بلشنا بالفيديو السابق عن الدهون الستة الموجودة بالجسم، وكان الحلقة مالتنا الفات أو الجزء الفات تكلمنا عن السمنة بالجزء العلوي. اليوم الجزء الثاني وهو الكرش الأسفل، دهون الكرش الأسفل شلون يروح. إذا تحب تعرف لايك واكسب لور حتى نكمل باقي الأجزاء والكل تستفاد. عدة نقاط حتى نخلص من الكرش الأسفل. النقطة الأولى والمهمة وهي ترك كل الدهون والسكريات والطحين الأبيض، السكريات بما فيهن المشروبات الغازية الخالية من السكر، لأنها لازم موجودة مادة محلات بها، فحتى شراب الدايت ينمنع. الشغلة الثانية والمهمة، أكثر الأمور اللي تخلي كرش أسفل هو التوتر العصبي. التوتر العصبي عوفونا من أنه أكو كرش أسفل بسبب العمليات القيصرية، وأكو يجي من التوتر العصبي، فلازم يكون عندنا استرخاء حتى نتخلص من هذا الكرش. بالإضافة إلى أمرين وهو CLA جدا ضروري والشاي الأخضر، هذين الأمرين راح يفيدونا بهذا الموضوع إن شاء الله وياكم بعد الحلقات الأربعة، وتحياتي.